هذه المسابقة اللي من خلالها عبروا الناشئة ديالنا سواء من كلا الجنسين ذكورا وإناثا عن ما حفظوه وما تحمله صدورهم من صور قرآنية آيات بينات من الذكر الحكيم على اختلاف المستويات السادسة من الأول المستوى الأول فالتالي والثالث والرابع والخامس وهكذا. إذن أعزائي التلاميذ عزيزتي التلميذات شكرا لكم على مجهوداتكم القيمة ونحيي فيكم هذا الروح الدينية. هذا طبعا راجع الطموح ديالكم والغير غير ديالكم على الدين الإسلامي الحنيف. أحيي كذلك من خلالكم الشكر موصول للسادة الأساتذة الأجلاء الكرام، فتحية إجلال وإكرام للجميع. شكرا لكم.